مدرسة مانتا هاكا جوجلو وها مارتين وغوى حبنا سارة وكاميدا كتيكا كران وهادالا دولة فالالالا كصومالي صوماليا ويوهر هيان بدون كحسية بدون يكوين كيس يحبنا هاكا كود وحرجينينا بوكاشا كتيكا وإسلامو كريم إن نقطة كريم بدن وأراكتي أقوم سويد سندون. برنامج كمان تاع هالكم جوجلو وحاسوق على قولي هي دبر يافريكا الباريستي هرمارينتا. هي دبر يافريكا الباريستي هرمارينتا وهي أب كشقي سهرين تحلل وارا يباتوين كنا قال بلش سياسة ذي جوجل كبر دبر يافريكا. هي دبر يافريكا وهي ليه ذهي دور واحد وكم يجيب واحدة اللي ربع الباريستا لطالينتا هي واحدة مشاريع هرمارينتا. وجدد قوت هي دبر أفريقيا أي هرمارينتا الباريس واحد هاي هرمارينتا رأس مال كدبير جوجل كولي هاي هي واحد كبدريدة هرب كعلم باريس هي هرب كواحد الشيء جدا جوجل كجارهان سومالي أنا أقول أنت أسكتي دراني سي برنامج كان نو بركو وحنكون فريا أيضا قرانكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أنت أسكتب وحان ميكروفونك كسود وين يا ملاحا حياة برق أفريقيا هرمارينتا علم باريستا الدكتور البروفيسور علي شاه احمد ابو بكر بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى عاقبه المتقين في الاقوال الى اعراض العالمين لما ودي شرفت له oo dhan hawsha u xilsaaran hawsha wadaniga ee xaalad culus iyo jaaliyadan sharaf kale oo heer Istanbul oo arday iyo baaca mushtari iyo dadka turismka u yimid iyo bulshada inteeda kalaba leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhan waxaan hadda ku soo dhaweynaynaa معلمي تاني جنانا لاني خبرة لاني ورنهان عن هبا دلقا هولا وهوين إن اكسو قبتان تمانتون ايا سي آدي آدوين عن هبا مهد علينا إنا هل موسو دوين إنا ونا مهد علينا طبعا قد ديگر وملاح كيه هو قد ديگر طبعا قد ديگر قرنكا أول هذا الكلام دولة الصومالية هي الصومالية ومسؤول كي هي معلم كوين رهان عبد الله شيخ إسماعيل وربطت بدن هنا وحكى برتين سياسة الصومالية أنا تدكي مدة بأسوه هجامية مناسب أن الكوبي كريم نكسر قبتي وهي هي مدحت وهي هي نكران كا وسلاب كا علي أحمد جامع جنجلي يحام وهي هي لما أنا حاسس الله يقانا تيجي كأن هي تلو لما كنا هاي مركا نائب كا ويا دكتور عبد الرحمن مع عبد الله البالي هو اسمه عبد الله تلو أتجرى لي سبلا مركا السير هو قلت يا يمكن تسير هاي جرى كأن عار كا أحمد جابر أو دك دلك أم يجيسا يفليس يجيسا سوه كامية رنهان أري أد أي قلت يا طبعا دلك كم مكان way ku soo biiri doonaan laakiin xiriiryaha gudiga maxamed haaji sayalnikaas dhinaca fadhiga dhalinyarada ah waxa weeye dhammaan gudigaas waxaan rabaa inaan u sabqisaan laana hawl culus baa loo soo xilsaaray saaxiibkiin inta rasmiya balku aliya marka aan arkay waxaan ahaan aan halkan ku soo dhaweynayaa anigoo
إذن كان إني مثلا يعني جزاكم الله خيرا غير إسطنبول غير تركيا يسواني ما سمعنا هاي وأربعين بدر يسواني دربي بكي ما دير وأنو هاي عارف كدربي سمي كي ما دير وحنونا هان سي شرف له أنا كان موسى دوين إنه جوديا دكتور النهار فديا وأردني جاليا دي كمدا حالة هاي صومالي تاريخ وين بين هاي تاريخ رأس إن كمدا هو قرن تاعي لكن أظن برنا بكل لوي ما دو رهان تاريخ الصومالي دا ودب بدل أي وحدة قرن أو قياس على الدكتور باري ولا يبي عندنا كهذا هو قدم بيه أو كتب عن تكسر صارك قومية جيسك أفريكا أما بري أفريكا قومية أبوي كل كسيرة صرافي ليه أو كبدن أفرت المليون أو دلع أفر دلع إكميديهين دلال كلنا حكوليهين هيا كتر سنة هاي قومية أفر كتو كيلومتر أو بط عليه أو أفريكا على وإذيك واي وقومية الصومالي واي طبعا تاريخ بدأ بالصوب مرين لكن ما كل اللي كان لقصوا بالله عيو تاريخ دي هو إكسي هو رئيس إنه وان هالمانسل نهاي لكن دي لها المانتان معها تضعوا بقول أوسان الكور نركا لنصة مية صوماليا دوك الوردو في جري وأكتين إن بدأ بإذن هذا ولا خسر لكن نحاول أرورتين ما ينبرين لو ما نيران عيو مركن لو يما باللي حنا كنيسة لأو قدن بيسي والدولة دي كوميسي عن كان حلها هاي واحد بدل أن كفر إحنا وانصاب مرلي واحد بدل أن كان إحنا وإن النبالة وانصاب مرلي الدنيا ترى إن بدل ما سلا لقبنا الكلية مع هو إن جس إلى روي جيران هو إن لم يدل روي جيران هو إن جل روي جيران لحد كاس أنا مرك أو بربر كوين كبدل كيني أو إلا كلاقه إلا كلا فرده إن الدنيا كلو كلا ياه درك الدنيا سلو كلا ياه لكلا تلو بربر باكيني بربر كاو هو كذا شيء وفر سلخمة لكن ما قاعد دولة نبض كنا عدو الكاسي حالي أنا مثلا قيمة ويقولة صد سنة كذي مركي أسرع أكل تجني وقت اللي يسكولها هذا مملي هذا وقت الدكي إسلامي يدكي كلا قاعد كشيء كيستان لمهين لكن واحد عن سي شرف له عن إلهه وقولنا عليه markii dib in loo furo la goostay oo runahan madaxweynaha dawladda Soomaalida Xamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay go'aan ku qaateen albaab si adag loo xiray inay furaan madaxayo way jabinayaan madaxa muhaajira albaabku uu furnaayo dadka wada shaqaysanayay dadku way salaayeen لكن ما دام السياسة اللي ممكن تجي وحاولي ولا خلاص مقنع مقنع شهاسي وحورنا وحويله بس أفتينا سانو هذا لو داوله بس حورنا لو بس كاب ترى الله شقي سنايا بربر كاس حورنا لو أوكي دي دي وحورنا لو أوكي السياسة دي وحورنا لو أوكي القرابة نمدي ده هو إسقاط دفناي أيوة لو أوكي لكن هذا البرشة الصومالي هو وإسقاط الانتهاء ويلا ولا شقي ستا من كرتين لبلا أس أولي لو حنا لهاي جيسي نمو إنت إذا كه رئيس إيس كوكو رئيس اللي بعد ما تبعد إيه أنا وحنا ربع أنا مسوي سال أنا قاعد إيس بيه موتة واحد ويا اللي تمام جيسي نمو لا إللي بعد ما مرك وجيسي نمو كل سواي لبلا ولا وحنا لهاي هذا سالو talaabada aad qaadeen oo ku maasantihiin haddii bulshada Soomaalida oo fadhiga milyoon ka badan oo hubo inay ka badan yihiin badhaayay ku dabeeyay gaareen laakiin waxaan waa inaad fadhiga milyoon ka badan yihiin bulshada haddii aad talaabada ku sii wadaan oo macnaheedu uu yahay hal wada hadlo haddii wada hadalkaasi saa u bilowdo bulshada Soomaalida raadka ay ku yeelan doonto East Africa ama Horn of Africa raad way ku noqon doonaa حلها تلابلا جيس الولد قادر هذا قصي وضعنا دولة لها قد سي جيس أفريكا يئيس أفريكا قد سنة راد وين بانكو يا رد الله وحابت ايه كتبا قاب خلور بسيها انا بدلو وحلها كدك شرفت له ومعلمين كينا يكون جيران صاحب بدل يكون جيران
هاوش الذين حساري وهو المقدس أول أمد أول حديث سياسة أهان يدتر هيا إذيك الذين حساري وحان رجيلي يا قدقي كله إذيكي ساهانا مدد وقيرو كسو بيرو أو لسو سو بيرو أو أما هرجيسا أما مقدشو أما ميركالة أما إسطنبول أما كسو دوينو أو إيه وين الجراء عن مركز سو دوينو أو بلشا سو مانا سو دويسا أيا رجيلي يا وحاليا هاي هاوش الذين حساري وهو العروس أنك هدي أنا هي أتندد إلى أن يرشق إن الديار بانونا هاي وحكا سأقول لك بك روان قبلينا وحاسي شرف لي أن ربا إنا نوصر دوئيو مدانها شرف لي أن يوم عالمين تلينا أن وحكبت نرون تمرك الإلهة أيو كبيري هاي سيد عبد الله وحاليا هاي السيد هاي هذا الكنسير دولا لكن حاربا إنا النظام كان يكون قبل ونصر دوئيك مكرفوك هاي وكسر دوئيو وسألت وين الشرف تلي السياسية ودين مركلوي ما درى وهو أهادت وعاسن ويسس وعاسن وديت أيوك بنيهاي فقافة مركلي لهذا إنت ثقافة جرتو لن أضياش وكل بسا أيوك بنيهاي بركة حاروا إلى سي شرف لي وكسر دوئيسو سعب مركيو وإنو كوين هذا يا روا Thank you. Tadi ada masih Dr. Aisyah Abu Bakar dan si kota dia pun mau perhati. Muhammad Ailah lah yang Allah Allah lah iyo. Oleh itu hendak saya ikut juga mantan dalam juga. Dan anak aku tadi hi nafsu kebenaran sih sih kena. Wah, kait tanzim dona kudia. Inu nasha dan awalnya kata yang mahkamah kudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kuat dalam doa. قرنك اللي قبل تباريو فرقر
تذكر أن اللقاء بالبادئ خلف الرسنان سوالي هم دي سنة منطقة واسعوناي وحوق اللوبة بعد يمكن لكن عرضوا حترا إذا برك الجمل كثرة السكاكين رتبوا هدو فرستو حمل كقادي وايو اما وجهو رقيا الان على انتي من دي ودتي باصوب حيث سوق ودي سنو وربا انو انك قاتو كقوستو مركا ارنتا سانك قد بينا ارنتا ان اذا برك الجمل من قرن نوحي نقطي ولكل إنسان كبوة فرص كبار تنمركو ورطك تدبع مودة إن إذا كرك البركة الجمل إنتهي أي أرنتو تهي لكن أرنتو حيسو بد الشيء ولكل إنسان كبوة فرص كستحور ديرينا يا مرمون ترون وانا لكعيا وانكا سيكيتانكي ايام كجرنا ان شاء الله تعالى وين النور الكليسة محايري قضياشي بربر كمركي و دعا هاي ثلاثة وحكا هاي اما عمر وضو مول في عن جوغي مانتا وقرح سيد عيسى اما ويتا جيمة مركا جيلك السوق كعهاية ويديكو اكام الدينين والله رواب برنتو ودن كاوغانك سينا ورموتو كان نقطان ان روتا ليو ايار ارنتو بسوق روتو ده اولینا عروتیس مستقبل کرد مدتی دیگر. ادی تلاش کحمات مر مر لباد نورر که کسانو و اسلجی ویدی عروت و مل سوکر و یا مر لباد یا به کتال دومه و دبو صحه و بخس بین. مرکا حنا ربنا إذا كنا جيسنا ترون فيعن وحقولا حياة أنا قضية أنا حتى نروح السارة وقضية شعبنا الصومالي إسكلية شعبنا الصومالي نمره كوكوية مكونات مختلفة او مرك دون بكونولي مرك او حكو خصبنا عني او يولي كيسا او دياشيسا اللي يرديسا وحقرت كيسا كان احسنت ديسا انت وانا من الله شبنا قول اسكت لو حساق وقال عرنتو ويكمل قوينتا الحمد لله ما انت الهي وهو نبوس والسمي هوكا كان اسطنبول مركا انكارا كوي جوغنا وانا واركا دونا دي الهي رادا مركا وحن جعلنا هيدا ذلك اسوين الى وضوحنا دي نحكا ريح ذان عدكي نو نغضه من نمو عدكي نو نغضه نبط عدكي نو نغضه واحتقي تكسيمان ملك مركا هذا كمان ربعين الديريو
بروفيسور علي الشيخ احمد ابو بكر وفرصه قالقه نصر تقليه ان شاء الله مرر بدنا واذا بصورنا وندورنا هاي الي وكبر خطان تركيا الى كم التعيد محدوين كواوين عالم وشعب الصوماليات وكسوغنيا هي kuwada ugu muhiimsan inay ka mid tahay waa ka warqabtaan marka dowladda turkigana mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa oo dalkayga soo dhaweysay oo dalkayga wax ka dhisaysa oo mustaqbalkayna nala gabdaadinaysa nala gabdaadinaysa marka intaa markaan ka baxo qoraalkay علي أحمد جنجلي أي ميكروف بكور الجلية سيد السنة وزين معتي وسي أم بقالو ونسي شرفه هوشة نورت على يقاب كان وحو قبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحا أولا أن محض بالله المسوى جيدين إنا دكتور علي الشيخ أحمد يهي أدع المبارستة بريق أفريكا حلوتي دوتهاي إسطنبول يدمان أقول يهنا ذا يكتب قلياشا دلني لذا يهنتي مستقبل كالصومالي ذا إمانتا حلقا نرفق إياه وحا رنهاتي أحمية دوين يكولن كريها هاول شقان هو تغنى جنيفا سويسرلاند وكحالي ما صوغ الله مركا مرحو ران رسو حريرنا دكتور علي فرصة دا ما انتا نجوغنا او ما انتا هاي هنا نكفى ايدي سنة و رونهانتي دادك اقوان تبادل لليرادا مستقبل كدل كان اسوغي او يحي مستقبل كدل كان idin kaale inaan talo weydiino oo run ahaantii ahmiyadda ugu weyn annagoo inaan wax idiin sheegna maahayn inaan bal talada idin weydiino taladu dadkay ku jirtaa dadka aqoonta leh dhallinyaradana waaba ka sii xag jiraano dalkan dee idinkaa sanooyinka soo socda hoggaankeedana qaban doona wanaagda iyo sharafta uu yeeshana dadka ugu badan ee ka faa'iidaysanaya waa idinka inta idinla daada soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba toddobaatan inay yihiin dhallinyaro da-da dhallinyarada marba sibaa loo egaa baarlamaanada adduunku aan ku jiro shan iyo afartan wixii ka yarba leedaa dhallinyaro laakiin berigii hore guddiga dhallinyarada arrimaha dabadda mar madax ka ahan jiro toddobaatanaadkii bartamaheedii waxaanu dhihi jirnay shan iyo soddon wixii ka yar waxaanu umaleynaya shan iyo soddon wixii ka yar weeyaan toddobaatanku ee maaha shan iyo afartan laakiin xildhibaanada waxaa lahaadaa shan iyo afartan wixii ka yar baa dhallinyara mahaddaa kabacdi oo runtii aan waxaan rabaa waxoogaa yar gudoomku gudoomiye cabdilaahi sheekh xogaa uu idiin taabtay ahmiyadda weynay guddigani leedahay madaxweynuhu maxamed cabdilaahi uu u magacaabay guddigan hawl badan oo run ahaantii dad badan qabteen oo uu ka mid yahay professor doctor cabdiraxmaan baadiib oo dib u heshiisiinta xukuumadda u qaabilsan in structure loo sameeyo waxaa dhici jirtay guddiga marka wada hadal jiro uun in lasoo qaban jiray oo markaa dayuurad la saari jiray oo wada hadalka saas oo wada hadal structure leh uusan hore u jirin tii in laga bedelo loo sameeyo hab joogto ah
dad hawsha u xil saaran dad cilmi baaris sameeya dad isku mashquuliya hawshaas oo had iyo jeer u idman inay jiraan guddi lix ka kooban markii dambena waxaa lagu soo daray isku duwa guddiga maxamed xuseen oo nin khabiiro oo kanada meel soomaali resource center leh oo kumaan buugaagu ku ururiyo taariikhda soomaaliyeed nooc walba ay tahay buugaag waxii soomaali laga qoray hore iyo gadaalba uu ku ururin jiray markaa isagu isu xil saarayba haddana dee xafiiskaas weyn ee joogto noqonaya oo madaxtooyada hoos siman ayaa madax looga dhigay iyo nin la taliyaayo hadda naga maqano yuusuf xasan lehdo guddiga inta iyada joogta maahee doctor cali fiqe oo taqaaniin oo safiirka inoo fadhiya brussels oo ah aqoonyahan weyn oo scientist weyna haddana diblomaasiyiinteena waaweyn ku jiray muddo ayaa ku jira guddiga professor dalxa oo taqaaniin oo abwaan iyo fanaan iyo qoraa iyo wax weynba ah baa isna hadda dhowaan nagu soo biiray marka guddigu dad resource runtii noqon kara waa ku jiraan guddigu saddex cashay jirtaa toddobaad walba xad iyo salaase iyo khamiis waxaanu wadnaa xog ururin waxaanu wadaa cilmi baaris waraysiyo aan dadka waraysanayno aqoonta ehelka u ah meel walba ha ka yimaadeen iyo gobol walba soomaaliyeed ay doonaan ha ka yimaadeen ee wax ku soo biirin kara geedi socodka nabadda iyo wadahadalka aan wada hadalno waa aan heshiin wadahadalku waa dariiqa keliya ee mushkiladda iyo azmada weyn ee ina haysata lagaga bixi karo sidaas darteed walaalaheena soomaaliland dariiqa keliya ee aynu arrinta ku xallin karna waxay tahay wadahadal waxa aada muhiim u ah idin garowshiya laga bixiyo wixii dhacay waana tallaabo aada u fiican madaxweynaha maalin weyto qaaday oo ka garaabay wixii ka dhacay tacadiyadii ka dhacay dhulka ee dowladdii hore ay burhantii geysteen waa tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan runtii oo marka ugu horreyse laga garaabo wixii dhacay habs markaasa hiilinku bilaabaya iyo laga bogsishaha laga bogsanayo xanuunadii faraha badnayd laakiin xanuuno badan soomaaliya waa soo mareen tacadiyo waaweyn baa soo maray haba ugu darnaadeen kuwa somaliland ka dhacay oo state ku sameynayay magac state lagu sameeyey dayaarado lagu duqeeyey dad sidaa darteed ma ahayn wax sahlan runtii marka in laga garaabo aada iyo aada bay muhiim u ahayd madaxweynahan oo ku hambalyeynayna runtii inuu tallaabadaas qaaday waa bilow fiican madaxweyne muuse biixi oo soomaalilandna isna wuu aqbalay run ahaantii iyaduna oo aada tallaabo fiican ahayd garowshiyaha laga bixiyey waxaa kaloo muhiim ahayd inay kulmeen oo sabo ku kulmeen markii shir madaxeedka afrika socday iyaduna waa tallaabo aada iyo aada u fiican hogaamiyayaashu markay kulmaan albaabada furaan dabcan ayaa hawsha guddigu fududaanaysaa waxaan sugaynaa guddigii walaalaheen soo magacaabi lahaayeen ee dhinaca kale waxaa la uruuriyey run ahaantii muddada aan joognay documents aada u fara badan oo noocyo kala duwana taariikheed kuwa sharciya wax baa la uruuriyey weli waxaa naga dhiman aan doonaynaa oo ku jirta awalan marka hore wax inaanu matelno dowladda soomaaliyeed ku matelno wadahadalkaasaa nolooy waxaa kaloo nolooy xigmaday in aanu cilmi baaris samayno mid xagga dhaqaalaha mid sharciya wixii taariikheed ee arrinta la xidhiira oo xogtii dee la ururiyo oo la hayo cilmi baaristaas waxaa noo dhiman run ahaantii hadda structure oo iyadana ku jirta
inaan samaysano oo cilmi baarayaal iyo professors fara badan oo hawlahaas aanu cilmi baarista ka samaynayno dadkii ka soo shaqayn lahaa iyaduna aanu oo loo xilsaari lahaana iyaduna waa noo dhiban tahay. Road mapkii waa diyaarinay wadahadalka ilaa aanu hadda samaynayno socodka lagu samayn lahaa waa diyaarsanay. Waxa kale oo aanu bilownay madaxweynaha inaanu ka siino warbixinno joogtaa howlahaanu ku jirno. Marka runtii howluhu run ahaantii umaati mooda kici karaan. Inta dhinaca kale diggii kale uu maqan yahay, counterpartkii lala falgeli lahaa diggaas hadduu maqan yahay, hawshu ma noqon karto mid dhammaystiran. Laakiin intii aan anagu dhinacayaga samayn karno hadda aad iyo aad baan u wadnaa. Waxna xil weyn oo runtii ummadda soomaaliyeed rajo weyn gelin karaa haddii hawshaa la dhameeyo, because sida uu guddoomiyuhu sheegayey, isbedelle la xaadlaa ka socda adduunka iyo gaar ahaan gobolka aynu ku noolna. Haddaynaanu la falgelin oo garan soomaali haddaan nahay saamayntu inagu yeelan karo, sidii Cali sheegayay, qowmiyadda Soomaaliyeed waa qowmiyad xoog leh oo dhowr dal ku baahsan, adduunkana hadda ku baahayba. Meel adduunka mar aan shil iigala joogay baa wasiirkii arrimaha dabadda Kenya oo berigaas ayaa wasiirada kale uga waramay. Loo fahm buu lahaa. Loo fahmku watangulu baa la dhihi jiray loo fahm. Hadda ni Soomaaliya iyaduna loo fahmka ku jira, waa heer Soomaaliyeed oo Kenyana. Wuxuu yidhi dad baan resettlement u sameynaynay dibudegis New Zealand. Soomaali qaxootiya la qaadayay New Zealand bay aadeen some years later, sanado ka bacdi. Nimankii oo mashaariic wata oo Kenya rabay inay ka hirgeliyaan baa hay-adday loo fahamka yagi ay u sameeyey. Marka wasiiradu u sheegay Soomaali unbay ka sugtooda howlahan qaxooti aanu sharci jirnay inuu bili soo noqdo isaga oo mashaariic waaweyn wata oo weliba Kenya ka hirgelinay. Marka wuxuu tusayay dadka Soomaaligu inay dynamic yihiin, dad wax qabsan kara oo runtii wanaag badan leh. Marka ayaa la focus garay un waxyaalaha xune ka dhacdhacaya bulshadaasi qaybaha ay ka qaadatay xataa dalalka deriska oo iyaga oo soo qaxay oo dhibaatooday oo hantidoodii iyo wax walba soo waayay. Intay dalalkii kala yimaadeen haddana ka sameeyey dhaqaale aada u fara badan oo kor u kiciyey wanaag mar dhinaca kalena hale. Waa nasiib wanaag markaa runtii ummadda aynu hadda rabno inay la falgalaan isbedeladaas. Ummaddaas waa ummadda dhalinyarada ee adduunku ka mid yihiin. Waa ummad loo baahan yahay in inta xooggooda laysu geeyo oo caqligooda laysu geeyo aad markaa wax heshiisa lagu gaaro oo ummaddan dib loogu soo celiyo wadajirkoodii iyo wanaagoodii. Guddigu iyadoo aaminsan waxyaalahaas hadda gobolka ka dhacaya waxay samaysay markaa baahida xoogga leh loo qabo in waxa la dedejiyo. Walaalaheenna Soomaalilandna iyaguna waa dareensan yihiin hawshaas inay baahi weyn jirto. Wadahadalladii hore gaabis baa iska noqdeen oo wax weyn inayna ka soo bixinay. Haddana dee wada furantay bay haydo socotay. Tii baan rabnaa inaan sii derder gelinno. Tii baan rabnaa in wadahadal dhaba oo waxyaalaha masiiriga ahe ee runtii ummaddan taabanaya tooska in loo gudbo. Si taas loogu gudbo
ده واحد لو باهي هي structure ولا هذا structure له أو كدوان ويهور ثان شيء ولا هذا الكاس structure كله ده وحو وضو لي هيو ضد فرسما فرسما يقال لا وبا بمرق هوره ولا هذا يه كبعدين ضد كبارسي من كريس كاي ديس قويسة تلاو كبر هذا قرحة وسيرة ليه الحويلة ياشي أي حد توجد بدونها وقالك وقطن بيجي رأي أنتم لكن مرق هوره بل إن لا با 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 بيرته ومرق هوره ضد كسوش ليه أو عندها صورة دمية أو صور شيلة أيام لون بهي هي تاسنا بجد في السماء وبعد هاي لما نقول لاتينوات قالين دي سيد حوشة سوكر لو سميني that's why I'm to say chill of فلان سميني that's why I'm doing it no in فكرة لها أولوريني ولما فكرة لها أنا حتى أولوريني وحكم إلى جدت كي سيول سايت تقريباً ورئيسني كام عذها مدحي ولا ورئيسني ضد بدن أو بنحو البكي في جوان بان ورئيسني مركا فرصة وين وقالي وين يقولتي إن ما أنت ضد كي أقونت أهلي قوها أو رنتي جو إسطنبول ورانتي وحيالها اللي لابو كرين وحكم إلى رنتي اللي لاو كله إنه حوية تركي هو وحنا نسمي ده الأرض فربضم بينقى ده وحنقى level كام عدد عند graduate أو post graduate بركا كاردر كافرح بضل علم كله ورهانتي ودل كسو كدي ووحتى وين ورنتي ده الأرض كام عدد وين وحل كله كليين أي كسب واحد المركب وحن هذه آت شرف بانت الروعة بل إن أنا ندي له إذا نقول إنه إذا نحب ورئيس إنه عن المركب وحيسوي درس إنه مركب يسوي درس إنه أيام ترى كسب واحد ساحل كا يدينك إيه أنت كلا إذا لمتك وحى قول بان ذي رجينا يا إن شاء الله يا finally wasoo gabagabeynaya waxaan doonayaa runtii inuu noqdo interactive for runti gudiga odayaasha kale iyo dhamaan idinku waad ka qayb gashaan waxa aad talaxaysaa waan qoreyna su'aalaha haddii aad su'aalo jiraan waan idin ka jawaabeyna waxaan jecel lahayn inuu interactive noqdo ليس way that to do والله بدنا عاي كتماده وبالله توفيق هذه هي المحتسنين مولانا عبد الله الشيخ اسماعيل سفر ولحضرتي وقصفنا عين ونقتره ان ضد قيبت الضب وحنكوري جنينا حبناها كلا ان كنتيغا يودد وينها مرحبا عن سينا يا يؤني نوع ما ذاين وأرتدينا إنه يدينا يان كل واحد كروة يل وبدن ده اللي يري اللي يشوا إسكتيرتا اللي الواجران مركزهم في ريشن قضي وخيارة ومستقبل كسوماليا كعم تلوجي لي إنه يقام كجاران لكن أبغى في سكست يا كنن أما بقول كي بلحد الكوين ضدك يقام قد كجارا يين عنا عنك أو بقول كي بلحد أما تدوازن عنا هاي صدق وكير أما صدق شنكير دوم روسي نجري وحمو أركب بقرح سيد عيسى وافتين كلا سيد عيسى وقام كنا يكون وقارا إناتين ما كرتو حان رجيني إني أمك وكلا قدلا representation إنا كنا حمو قدان أو روغة دعبو هاد لأنو نقول هاد لكران قابك أو حفهمين نقول فهم كران وحان رجين أمرك إنا الله سحي دونو وحان سوجي إني بدقة
in lagu daro oo la ballaariyo lagu daro nal kala duwan oo qaabkood dhaqanka ah oo soomaalidu og tahay waa geed hoosiis ku wada shaqaysa jirto kuwada heshii jirto marka dhaqanku muhiim waayo qolyo diinta ah hadda diinta haddii nala kala hadli lahay wacdina la wacdi lahay culmo badanaa qabnaa soomaaliya oo meelo kala duwan joogaan in lagu daro dumarka in lagu daro waa qaba waa soo jeeda la ballaariyo si go-aankana qeyb uga yaalmo dhallinyarada intaas markii laga tago waxaan ku dari lahay hal commenti oo ah maadaama laga hadlayo arrimaha soomaalida ama dib ujeesiinta soomaaliya ee somaliland oo ahay laba intagti oo isu tegay 1906-dii ma fahmi karno dib ujeesiintooda ama isu tagooda ama xitaa isla socodkooda annagu aana fahmin siyaasadda afrika ama siyaasadda geeska afrika siyaasadda geeska afrikana ma fahmi karno ilaa aan fiirino qaabka gumaysi uu ku shaqeyn jiray marka waxaan rabaa afrika dhowr gobole ka kooban tahay geeska afrika wuxuu ka mid yahay unit waa khaas u ah ka duwan yahay afrika inteeda kale maadaama uu ka duwan yahayna problemada ka jira iyo caqabadaha ka jira way badan yihiin waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay gobolka afrika uu istiqraarkiisu ugu xun yahay oo dagaalo waaweyn ay ka dhacaan sida dagaalka eritrea iyo ethiopia oo boqolaal kun ay ku dhinteen kiwii soomaalida iyo ethiopia dhexmaray oo intuba intoo kale ku dhimatay ilaa hadda ay socdosa kala goosta uu jiro ethiopia ay kala gooday soomaalidu kala goosta inuu socdo maxaa keena rabaa marka inaa fahmo geeska afrika muxuu qaas ku yahay afrika 54 dal ayay ka kooban tahay markii la daraaseynayo 54 waddan labada waddan kaliya ee aan characteristicska ama calaamadaha afrika kale la wadaagin waa ethiopia iyo soomaaliya labaduna waxay ku yaalaan geeska afrika waddamada kale oo afrika markii la fiiriyo state formationkooda qaabka ay u dhismeen markii madax banaanida qaadanayeen dadkii reer galbeedka ahaa ama cadaankii ama kumiistiya intuu waxba xariiqay cartography uu yiri intaa adiga iskala haysta qof walbaana ku qanaca waxayna go-aansadeen ururkii ayo dhisteen waxay dhaheen xuduudihii oo kumiistaha lama bedeli karo laakiin laba waddana waxaa jirta waxse aaminsanayn waxaa ugu horreeya ethiopia ethiopia asaga waddan wax loo go-amiyey maahana waddan asaga aala gumaysan waaye uuna ku dhisan yahay imperial state miya waddan boqortooyo ku shaqaysan jiray oo isballaari jiray oo waddan qabsan jiray oo dal qabsan jiray oo markii laga tago highlanderska ama xaarada integreega dadka lowlandiska soomaalida oromada iyo hulkooda lagu la qabsaday oo qaswooyin lagu qabsaday oo waddan asaga wax loo go-amiyey maahana waddan wax go-aansada waa 1945-tii manchester conference on africa markii la joogay ingiriiska waddamo badan afrikaan oo xornimo doona isugu tageen nin walba meesha markuu ku xortay waxaan rabaa xornimo in laysa ethiopia tagtay king muxuu ahaa xayle salaase wuxuu yidhi ethiopia baday rabta dadkii kalena maxay dhahaan xornimo rabta isaguna in eritrea lagu soo daro u doodaa oo waddan uu sii qabsado marka ethiopia way ka duwan tahay afrikaan kale soomaaliyana way ka duwan tahay waddan lagu dhisan waaye wixii gumaystuuna siiyey ma rabnaa intaa dhahnaa waxaa rabnaa yidhi waxaan rabnaa inaan annagu waddan soomaalida iska leeda aan dhisan labadaas arrimood dartooda ayaa uga duwannahay soomaaliya iyo somaliland isku imaashahoodana waa waxay qeyb ka tahay waddan soomaalidu ay leedahay inaan dhisanaado marka waxaa isleeyahay arrintaas in la daraasiyo la fahmiyo u baahan tahay oo dadkan loo ballaariyo oo la ogeysiyo labaad horta marka hore fikrad baan ku darsanayaa kadambena su-aal baan yaro tuuranayaa horta kan hore hasha loo siyaasaddu aad bu adan tahay hadda muuse bixi lagama yaabo inuu dhaho soomaaliyan ku biiraya farmaajona lagama yaabo inuu dhaho soomaalina baa kasaxaya marka mararka la eegana la dhaho siyaasadda wada hadlaysa maanta hadda muuse bixi iyo farmaajo bushfeer baa dhahay waxba kasoo bixi kari maayaan ana og marka in marka hore laga soo bilaabo aaminsanahay culimaadu diinka dhaqanka shuyuuqda marka hore horta shuyuuqda soo shiraan oo waxa kusoo heshiiyaan oo berika macali shiikh waa dhihi karaa wactasam bixi lilahi jamiica walaa tafarruq waa la hordhigi karaa hagooyin oo kale kadib dhaqankii odayaasha isdhexgeliyo kadib dhallinyaratii cuqaashii saa loo sugudbo kadib siyaasiyiinta jaranjarada ugu dambeysa la gaarsiiyo oo berika macali hadda muuse oo kale hadduu dhaho soomaaliya ku biirinaa dhowr niman baa soo kacay oo qeyl inay xafad qaadanaya si lamid ah farmaajo awooddaasba ma laha marka taasoo kale aan aaminsanahay in marka hore laga soo bilaabo oo la dhaho laga soo bilaabo dadka shacabka dhallinyarta cuqaasha odayaasha kadibna siyaasiyiinta wax loo gudbo somaalilan noocaya baan la hadlaynaa baan leeyahay marka sidaan u aaminsanahay gobolka kasoo jeeda inuu dad iska maamushaan oo kale oo dee wax reer markii sagaashii kun markii la gaaray reer walba wuxuu karo buu mootay
مرك سلام مثلا هاي وحي إنه أو تنفتيهم بقاركود قوات ذاك قاركود أمسي هنفتي إلى مكتب مرك نفتي هذا يلو إسنامتي بورميتي كشيء وحنا كيسد كأهم بو هذا حتى نفتي هذا كل شيء على يلو بيه نفتي هذا مرك نيك ميز كروس وفري سنة يوسف ما لك شيء وانين نوعية أو تصالح نقول كره قبل هذا ملوه ده ليه هاي نيك غير بو هذا نفتي حتى نيك إنه سمالي لا يه هاي نيك غير بورميتي سمالي لا يه سلو قرن كره نفتي هذا بس ما سؤال كان شاء الله أنا السؤال لو أقبل طلعنا رديبنا هنا مجيء وعطقات الشغل كم شكري السؤال لو أقبل طلعنا وترسنا يا دولا يرادو السؤال شذي عن كهر مرو وسؤال سكبديها لكن هذا عنده هو وما حي أما دبعت هذا كده حيصل صومالي سومالا ده سؤال هنودي عنده وما حي دبعت هذا نجده حيصل النجا يو صومالي سومالا دبعت هذا حيصل بحيث هاي على عرفتي كل دوين وبلنا يا جرو een taladaan ku darsanayna waxay tahay ee Soomaali madama dawlad federaal oo hoggaan tacbaanay tahay ee waxa laga yaabaa siyaasiyiin ay weeraraan cad ay samayn in ka goostaan siyaasadda yaani waxaan ka wadaa Soomaaliland kala la hadlayo iyadoo yaani qabiilo badan oo kala duwan ay degan yihiin waxa yaani taladaan waxay tahay in qabiil gooni ah cad gooni ah oo ka weyn tan kale in ay san goos nessa coisa não nessa tia ela habla já há que pela barra já o que tá mas ela dá o ira ela que ela dá o ira só o que tá que dá o que há lá lá há de já o malá o se é cinta o arca o tom nada há o eleven do lado nada há ela habla já dá o que vai caminhar nada há o mais a o que há de só mal lá lá de hitchay o inglês como você já recebeu já أنت خلص صوب يروح من وده ربطها وأي واحد ما هو ربط تتخيل اللي بتيجي تتصور معي كله شو اللي بتيجي ما كهاي شو تيانو ده اللي يرادو يا الله هذا يا روح الجهل أو ده هاي أنا واقع أي من حنفسنا يا صومالي بعد تيجي يسال الله بيا كاسل الدوين يا ما وغيره يا ما كهاد هنا يا الله هذا يا شعبي واقع كيس الله كم كلا قال الله سياسة وايد خلاص بحكيه وحاله سكوها سياسينا خلاص سكوها كان عصر واسك صعها أرضه واس لجوجتها حسموا شعبه واستحقاها علومه واس لجوجان يا مشكلة قبة سياسيين سياسيين عندك عصر كدري عندك سياسة استقافسين كواح ما كمرح ما حد وجوجتها أيات رواق قعمي كواح ما كواق قعمي ترى على هذا يا إلى ما هلا يومي تذكر على بيتك أهرا بدون صامعين لسه كانوا أوه ما دبعت عندك قبل الله هلا حتى وأنا أصبر أقبل على إلا الله الله قهر أصلا أو صدق هنا نو باجو ما عليه لهذا ما ماي ما أحيل جرا ما بقى عرفت قدر كان لبعض مهم كان وحاء وعي وحال سخل تاع جب هذا في بعد كيستين يدور هذا بعد كيس خاص ما هو أسس أما كيس أستي يو إس يا كيس أستي أس أما كيس أستي أس أستي أفا كيس أستي جب هذا راح تكلم ما شو جب هذا تقول بيعك صوت تعلمي ده هو كصوت آخر الدولة تقدر تعلمي لحظة ويستدلين عبائل كان لبادرين خلاص ما خلاص ما حاول واي فايل ما بعطوا فايل كجبهة هذا الجبهة هذا ودي بيجي يستين فايل كدول دولة الصومال دي بيجي يستين ما كان دو حان كحد إنا عمل عبد الله فرماج وحو كروشي كبحشي دولة الصومالية ما قاعد أقوى ما كان دولة داس بيجي يستين كحد يا ما هي أنت كان دي بيجي يستين وفايل لباب أو كحد أصيان أكيد سو لو قدر صومال وحامرك ماشاء كمان إذا هذا محا قضايا رشا بدي قد يقول شتاء قضايا ليش عبد النور أنا رأيي شو هو عبد النور طب كده بس لك يستاء عبد النور شغلة طب كأس الحياة بس كنا وضحت كأس الدولة بتاع هاي أو كرة هاي من ولا يوتيوب أو كبار صدق يسمع أيك تبى تبى تبي الدواء ولا كذا ما تقول ما فهم دواء ما كيسن على يرمان دواء مديس عليك هو فيكتور اسمك اصلا ما كان ما كان كابتن ساس لينا ده ما كان كابتن ما كان كابتن والله ما كان بس كده بعد كده يستعيا شغال على قوان هاي اذا كان والد لا تشان يا اصلا هو حتى والد يجي بيدي رايي ان كان لدي ان والد برسان يا روح سؤال والد برسان يا اوكي حتى لا كجير من جواب قدم كافرانا انا شغال حوايه سقاوا انا بجواب يا كل بود حوايه أبروش قاب كله قلها دي بجسنتي
لكن تلي نقد نعسي هي ما تلعب إن لين كلا قيديو وتو كتير يما كم حيدا يما حيدا علي برع واره سومالي سو سو مربوط أبي أدي المدة غريبة سيدي ترى أريو ولا حلا بوي سيد لينين سو تويو نبى تولى ما يمريو يا عدوين يا جديتي سوما مركا تي مركا متاسا مركا أي ما أنت فاهم كذا لا هاي مركا ما أنت لينو أي سومالي لا يبون لا يبتغى رقية بهلا يلان لا يلان لا يلان لا بس سومالي مركا نقول لك اليوم أنا ودي أنا كنا عيدو بس كذي كنا عيدو بنشين كنا خيرات بودا كنا في كنا سوسا كنا هل واحد الله يمكى بحقية أخون تي مهان نقطة ميت مدة هذا هو قبل إنسان ميت أدمان تبغى حي دبات إني مكى أجنبي أنا ربي هو اللي جاني أنا إنه حد أنا قال أنا ربي كوي كساري لها وين كي أنا أدمان على الإنسان كوي معدة صور ساري لها كوي بطة صور ساري لها كوي تقاتيل اللي قل لها كوي مثلا أنا محيي ذي ما سقي ذي وضعك بقالين مكى تروي كي لو واحد يذكر سنة يا رو مكى أنا ما ضيع بودي هنا سؤالات كي لو أي كبونا سنة ذا هنا تروي oo dadka la weydiinaya shacabka inta la isku barkeeyo suuqa siyaasinta iyo dadka kale oo aqoonya ka maasiin ee ka baxay waxa samaysmay qofka iyo gruubka burburka ka faa'iiday oo ka sameeyay masal maga iyo mal waxa si wax sameeyay falsafadda ay raaxdo sida ay u badsa waxa sameeyay duudo sekorchka oo bulshada ku soo baxay oo mid ka soo baxay oo qayb oo maskaxiyan isbara oo dhigtay ee waxaasi waxay aksi ku yihiin sifada in maanta ha wadaa ee aan nimo oo mar iyo qaranimo marka bulshada xagga u socoto waxaasi markii soo jira Soomaaliya iyo waxa ay xagga u aadeenaa haddii bulshada ay tiraahdo xagga loo socdaa leeyahay sare iyo badsa okay waxaa si bulshada waxa ku faafiyay falsafada kala duwan oo mid kasta qaab soo galay oo marka bulshada ay isku tahay waxa ka dhex waxyaa dareemaysa in ay falsafadii ay faafiyay waxaas bulshada ka samaysay burburka ka helay magac iyo nasab fursada aan burburka ka faa'iideystay waxa uu ku fursaday waxa uu waxa isticmaali jiray wana warbaahinta kala waa bulshada negative arrimaha negative ka ku jireen laakiin hadda waa ibaa isbedelay urbaahinta waa isbedeshay wacyiga bulshada kor buu soo kacay boolasi way diyaarsan tahay falsafada ay faafiyeen kooxaha danaha shaqsiga iyo danaha gruubka ee lahaa ee bulshada ka qaybiyey xataa iyagu maanta ma xalin karaa falsafada ay faafiyeen ayaa iyaga maanta negative go'aanay marka qaadaha xalin karay marka أنا وجدت أقصى بفاحتي، قالت لي يا رجل هقول لي أي أوضاع من بولس لكن تشيل. سومالي سومالا وده هذا هو صدق ودنا هذا كلهم ذا حقا يعني أنا عن هذا لبضة لبضة كنا هي وده هذا وسكول سومالي أو خلوا خذ كل هبان مرت يعني أنا ما أنا السنة هذا تصار هم فبقول لي نحن سوت هذي لما خف إيش كده قاعدين برمان كتبت لقصة وعقارين ده حكى له خاصةً تركي إيه سبيدة هم جبوت وابو ولا لا يعني روحي مناجي ويقولي لا جانا ما بحسنا لكن تركي إيه سبيدة لو كلاتة يعني فورما وأركايا وهاي تبغى تأخذ في الكلاس وش تبغى كلاك الحدود تركي ما كان برنامج اللي هو عيطه كلا يعني أنا قد إحنا يشوفين إيشو يعني تجيب حي بتاع الله إحنا من الحين بوس ولا جاي مو خص بس مركا يعني حتى إتو بير فرقينا كلا ده أو حتى كلنا تبغى بير كلا إتو بيرو ده لو بحب لا يوم كلاتة
مداس مركا وحاسلاه حوجا ملاذ خروج بدنيا هاي إن جبوتي كريه أو تيسونو يعني وتمان كان شيء أسكن هنا متى كانت تاس فش سؤال أنا ذاك أكتر خذت تمرين كأرب نحيتها يعني وده هذا وده هذا قال يعني متدرب شو سعره مركا سأنا سنة هاي حق وحاطين رئيس البروجرام هدي أول كرتو حق جوابت جواب تخيل كميدة هواي أما حد تخيل كميدة أول كارو مركا يعني هاي مسنا مركا ورئيس الصومالي الصومالي أنت ميس سوبي مع إنا الصومالي نسوا إشتالين وكذا إنا بيونا ما الصومالي نحرير ما كانت تهربا وحاس لا إيه الصومالي مركا ورما دام أي هندتك البروجرام كخوض إلا ويديو بحيث كاي وحا أتمنى إسلام أو يعني الصومالي أهان نبرو مرتوى إندتك نوال اللاي بصوها مران مركا إندتك نوال اللاي المحيط البروجرام سرعة سكران وكرات إن يعني سوماليا يدو أي اسم إذا سنة فوان أي تجارت يعني حلف أو مناسب سنة إن تبني سو كرات يعني يبتدي هذا كتسران هذا اللي كده يقدر حتى ترى دور السومال حتى من كل جتره شخصيات أو حاجة أو شعب كمان ده وكل هذا يعني عفوا يعني شخصيات أو إيه كل إنسان وكرات يعني راح خوا إنت بس حالة بس يوم يعني وحي دي المكروه كريتة حتى إن أولا جد بحيو سلاسة أخوه هكذا بربلك إن أقال مكروه كريتة وصومالا كذي وقوصين أقول كان كتب صومالي أتاس إيو وإيكتو سلو كريتوكي إيو ودمانا كريمة إسكال حسابه بارت مرق أقوه الرئيسة دكتور سعيد نقو صعب صعب فكر كلي راهدو حرطة ساعة هلا جالو كبعدنا ساعة هلا جالو وحالا لها فروسيس كعنده هو سيكوينشل كان هرت السماية كبعد كم يكواس كحيري ركز السماية كم سبيك ولا صوما بركة عني وحام رمي سنة هاي إلا قر لا الجراي كم عيسى سكوب حيري أو والله جي أو قر لا إنه حل يوم دبعت هذا لوكال كا هدي هذا الله بالله وهذا الكا صوما لا دولة فدرال كا دي الله بالله وحام هو صبي الكرا دبعت هذا كوفر تفجرت وحام صبي الكرا خلافات صوما لا هلا فجر عاجل وحال آدم الكسر هاي صار لا بد من الله خاصي، بركة إسكت حقيقة تام هذا شر دبعة هاي من هالطريقة سحرة، بركة مثلاً تجعل الله تعرفوا قدر قوان، قدر كان عندنا واجب سو مهمة، بركة صوبال عند ما تقدر كسي سال غيير، ما عندنا ما لنا ترى، بركة صوبال وعند ما تقدر كسي سال غيير، عاجل خواك صوبال لا هو قارع بلا حد ذا، أيام ما يرفع عند ما تقدر كسي، بركة أنت عند ما تقدر ماشي لا كسي، هبوق حوق بطنك. محو آية هدية سيئة برعاية آقاة كده أغفر برنابه لكن وقضنا ديقان ناسك سوجيه تاعد باعتو إحنا كيستين ميرا بضنا صوماليا كمين باقو حال هبا يوم رايس بايليشن كمكا لك هالله كوح كستقو صوماليا دباعتو كيست أيار لك هالله يسدال لك إيه لبا سؤال سؤال شاسنا بحالي لا حرسنا اكتسس على الوحن ليا سي الله حالينا الدولة حوق برا أيار حالي كلا حسن ربك مجي كلا سعيد بس كلا دولت أبوض لي أو محكمة سارك أو ما كان محكمة راح كريم نام كلا صار لا صار يكاو بركة يجست أي عشان كل الناس القبطة علمي هان باساس بركة سدال لقي يلا يا أخوي الدبيلة هو نقول وحنا سئل لقي يا سئل دلوقتي يا شاب لقي يا لكن قربالي يلا يا يلي كار قربالي دبعة وين بقى بعد أنا كوي جمع فيها هاي دبعة كيست هي أطلع المال ما تطلع كار بركة لو ما دوام حتى لو ما تعاوى أقول أنا بس هذا حاوى رفرندم كفرنتي بيوح سكوي قصده كل جوا طبعا كور حكور ده أنا كل حان هاي جود سمع جود كلام نوع ما رايا وحلو وشيء ولا زل كرتو يا وقت قبل ما هي تاسي ما نكون تايم إيه ما هذا وحدا أنا كأم بلا بكم أو زي جود أم في جارك حالة زمان يا وقف سمع سو أنت سمع تاسي ساس أنا أبو الجواب يا بك وحيارها حتى توشوي واسعي شيء يا مكبر شيء كذي واحد كوي مرة يان وحل كود اللي قاري جونا ولا حضر كا يجي دسعت كان نبضين إيه ولا حضر إلا والله وجدي كان ولا وجدي واحد ويني وجدي لدول يو يباتوين كتاجن حد تاجن إم إم إلا واحد ما ها إحنا أنتي ما ها
إن هذا شو هذا عم بحاول كل شيء اللي هذا التهديد اللي وتوين كصومالي دين يسلم ما ما بده دولة صومالية أو دميستن ما إيمان يسوع هذا الصومالي لا ليش ويا أفتينا الله ما قال كره دستور كبكوس دستور كم مرة ما يجي دور الشعام الله جمع سمين كره ذلك سببتم هاي تاي دي قيمة من دور الشكم الله عيسو إن ما نقول بحمل اللي هذو بس يوم ما اللي معقول ما قرن لما يستنى ما إيمانه ده بقى قرن لما يستنى نسيدو إيه ما تو وده هذا الله ده عن يوم ما اللي لقلي الدولة الفدرالية priority number 1 بيلي not for states كتشوله واحد أهمية ذلك هو اللي أو طلبان اللي أو تصدحان اللي وهي قرن لما يستنى من ما إيمانا يبا قرن كان لها دوسان لما يستنى من أو اتجاه قادن أو أما من نماضي دي بلو سوعين أما واحد كان اللي وهي شيء ما إيمانا يصد قرن شقايا وحبا ما اسمايا مركا ما هون إلى سكويش شوي أي سيكونس أي كلا كردم بين يان وحلا دون يا إنا يتنى هون ريسما أو لما يستلمتو هذا يتنى لما يستلمتو بقول كيبا سديت البروبلمز كن وحلا سمي أفتي كود الدستور كان لهو شيء يا مركا الدستور كان هذا لا والله ما لما يستلم يا دي سوامان لان إلا لرجع كونستيوشن أرنجمنتس كا وحلا جو هذا هلا يوحى هو الدستور حديد رسول نقول يوم من ما يمر يسوع دستور ليسوع كل يوم يسوع مال لأنه أقش هاي دولة الفدرال خلاه أقش هاي وين ليسوع جاله كاس نحن كل يوم كنا جد سعد كان لما ذات بكل يوم كنا تكوس أبسن دور قفسيون شديدين أو تقبائل كيوم حا وذاك العيوم حا ما كذا يوحسي من نمط الصومالية بكون لا تكبوه هذا شوية كالأسعار وشوية كبورة وشوية من نمط صوما من نمط المركة إلى القوة الدلالوية من نمط وإلى المستكرفايس الصومينو من نمط وإلى المكتل أن منانت كواتسينو هذا يك منانت كواتسينو وحيالها يلي وإلى بكرنا وإن أرفتلا الفقاتة ووالعليه إن لا واقع عليه سيرين كسر علين كنا وإن الدمان له فالجلا فالجلس ده سنة وحيوب عن طاي إن لي إن ينس أجرانه أو كم من ما ده له شو جا مال كم إلى سومالا إكس سومالا وإن أجرانه كله واقع أي ودولة دي يا مملكية حقي دولة دي ما بسوي شيء سيدي لو كان عين لها وإن قيب وين كقعتها من نماذج هذه الدنيا من نماذج وإن اجتماعها وإن رأي نجت اجتماعها أنا وحيلتها هي إن ينكون مشغول لما هوحي على هي تقول لي هاي تضبي أوبا لساعة ولا الكلمة سعيد و مختار ده كواس وكوين خبرين يكبد ابنه وحن كذا بقول بكرنا قرن شقية أو إس أقول برايور تيجا كوال نوح على من دمادي يقول يا دل كان إلى سوع حديث على سوع اليوم ولا جد بدونا يا حتى لأن يرتي نوح بدر أنا نوح يلا أنت أي آد وح أنت هاي من زوجهم وح إنه حتى يقول لا كان يلا يروح يسنه أنا جوا من لفت عين ملك على سؤال إنه وح عن سؤال كذي يقول شو هو حين لو لحية طبعاً كيس النضال لا سديل طبعاً كيس النضال ده وده بيسوى كل حاجة يا جلال كلام هذا وحوين إنه مركا حرام لا صعدة حرمك إلى ربي ملك عليه ما أنت وحكفي عن مسامين كذا ها مسامين كذا لكن بروكرس واسمين بروكرس وكام سهل لكن وين السمين لي هو أشياء لسنا تاريخ دو واحد شيء أنت أين يمكن هذه الجيل ستاتس كوغا ضد بيدان قطع ستاتس كوغا إني مجبينه أو أنه كبه دمنا أو قرن شقية أو رول أوف لو بجلو أو شرعي بطليه أو مسغماسق ويراده
oo dadkiina aqoonta leh ee cilmiga leh ay hoggaanka qabtaan ayaa la doonaya waana taata inuu shaqeynayo wabillahi tawfiq anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay qadiyadan ah soomaaliland iyo soomaaliya in maalin maalmaha ka mid insha allah ay laysu iman doono ayna fududahay in soomaaliland iyo soomaaliya siday ahaan jirtay iyo ka fiicanba ay noqoto waayo taas taariikhda ayaa ka maqnaad kacaysa waxaan ognahay jarmalka weliba iyada la kala qaybiyey oo muddo 45 sano kala maqnaa inay si fudud u midoobeen iyo wada hadleen sidoo kale waxaa tusaale labaad noqon karaa soviet union oo muddo 60 sano jiray ama 60 sano ka badan si fudud buu ku burburay labadaas meelood waxa keliya u dhexeeya wuxuu ahaa identity-ga ka dhexeeya dadkii bulshada ahaa bulshada soomaalida ama qoomiyadda soomaalida kama dhexeyso keliya dano siyaasadeed sida soviet union waxaa ka dhexeeya dhaqan af diin iyo wax walba ka dhexeeya marka way adag tahay inaan sidaa u kala tirno insha allahu waxay noqon doontaa si fudud in laysu imaan doono laba su-aal oo ka kooban baan qabaa sida aad ogtihiin dadka identity-ga ama bulshada maaragtay ثقافته ama suhaynteeda qaybta weyn ka muhiimka waxa ka mid ah dadka aqoonyahanka ama intellectualka ee waddanka dibadiisa iyo gudahaana inta ugu badan ay joogaan waxa jira doodo badan oo waddanka markii la joogo dadku aad isu weydiiyaan ama qofku ha noqdo qof fuqooyi ka soo jeeda ama ha noqdo gobolladan kale oo midnimada iyagu markasta ogol ha noqdo su'aalahaas marka dadka wax ka shaafiya bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin minbar idinka oo kale ah oo su'aalo ay weydiiyaan waxa laga yaabaa qof koonfur ama qaybtan kale ka soo jeeda inuu aaminsan yahay soomaaliland hadla fasaxo dadka soomaaliland ka soo jeeda laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin aragtiyaha ah in la go'o qayb leeyihiin iyagoo maamul goboleed inagu ah la isku biiro qayb leeyihiin inagoo sideeda aan ugu biiro marka waxaad weydiin laha waxay tahay maxaadi ka qorshaysan dadka aqoonyahanka ah dhalinyarada ah ee su'aalahaas qaba ee waddanka ku sugan magaalooyinkii ma laga yaabaa inaad wada martaan qorshe saa sameydan ku jira midda labaad waxa waaye waxa aad u adkaatay oo hadda laga sheekeynayo waxay ahayd walaashii ceeblo arrinta ka hadasho ah maadaama ee munaadada nagu isu furan oo dad soomaaliyeed aad u fududahay in laysu wada tago oo inagu wada heshiino inagoo wax midhaytor kale inu ku dhex jiray ma laga yaabaa maadaama ay adkaatay in madaxweyne farmaajo uu burco ama hargeysa ka digo in guddigu uu burco ama hargeysa tago ma laga yaabaa waa maasanti ma laga yaabaa in keliya ay maanta aynaysan darro midigta qof maanta dhihi karo ama macnaha babanqaadi karo ama dhammaanteena marka babanqaadi karnaa macnaha wankooda oo intana ka jigo maaha dadka midigta ma dhihi kartaa macnaha anaga tanu waalidnu maxayn kugu wato ani midigtaa kadigunas maanta waxaa wanaagsan lahay haddii qof sadexaad in meesha ay jirto nocaan commercial aanad yeeshin inay jirin taasna waxay tusinaysaa in labadan qof kanna kan uusan aaminsanayn kanna aaminsanayn loo baahan yahay qof saddexaad oo arrintaas soo dhacdo marka ma tusin karnaa oo qalbiga bay dareensiin karaa qofka soomaaliland soomaali tusin kartaa soomaali soomaali tusin kartaa kasugu arrinta waa arrintaas aniga dhexdeena taas soomaali dhexdeena hasan ka dhici kartaa tan labad waxa waaye dowladda soomaaliya maantii shacabka luqadeed ama soomaalisho ko marka mid jirtaa macnaha luqad waxaa la yidhi hal iskii ilaa wixii tagay tiibsimaad milayda taariikhda soomaalida markaad fiirisiinna wixii tegay lagama